الله شلونكم، وياكم غيث من قناة موشو. اليوم عندنا شرح للعبة Deer Hunter عزيزي الصياد 2017، طبعا نسخة جديدة، لعبة خرافية جدا جدا جدا. راح نستعرض اللعبة، خلونا نبدأ. طبعا اللعبة عبارة عن انه انت تكون صياد، تختار الاسلحة، عندك اسلحة هواية ومغامرات، وكل مرحلة تتطلب انه downloading mission content. طبعا قاعد ينزل المهمة. هنا عندك الشوب طبعا بأسلحة خرافية ما راح تتوقعها، ولكن تتوقع الأسلحة اللي قدموا لك إياها طبعا بهاي اللعبة. اللعبة صراحة خرافية جدا جدا جدا. تقدر تختار المود بعد ما تخلص مود الصياد، تقدر انه تكون تحت البحر وتصيد حيتان وسمك وهاي الشغلات. طبعا راح نبدأ بالبومبكشن، ولا انا ما احبها. بس يلا، هنا لازم مدخل الذئاب تكتلك، ولازم تقتل اكبر عدد من الحيوانات كما قاعد تشوفون. يب، هنا الذئاب تلاحقهم، فانت عندك من ناس ويب تقدر تغير للشي اللي انت تريده كما قاعد تشوفون. فاللعبة صراحة كلش 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 خرافية، وتستحق تستحق هذا الشيء. فلو جيت صوبت، واو 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 ويكربو شيد ثواني وكان راح يقتلني. طبعا ما لحقت اشوفكم الخواص مال السنايبر. طبعا تقدر من خلال هذا القناص تعرف مكان القلب والراس، فتقدر تقتل الضحية بدون ما تسوي صوت على مود باقي الضحايا. خلي شلون اقولها، لا تفزع او تركض او تهرب. فخلونا نجرب ايضا عندي هذا المسدس. طبعا هذا المسدس ربحته اني، انتم ما تشوفون شي كلش حلو، الاسلحة الجرافيك كلش عالي. اذا حبيت تغير بين الاسلحة فقط تضغط هنا بعدين تضغط هنا راح يتغير السلاح. اما هنا فتقدر تركض. واو كمان، طيب قتلنا واحدة، قتلنا اثنين، تمام let's go. طبعا اللعبة خليكم تكتشفونها على راحتكم، انا واصل ليفل متقدم. اما انتم في بداية اللعبة راح يكون عندكم هيلب راح يساعدكم شلون تستخدمون اللعبة. اللعبة خرافية جدا جدا جدا. اتمنى ان شاء الله عجبتكم اللعبة، لا تنسون لايك وسبسكرايب، وايضا علقوا لي على اللعبة. شكرا لكم، مع السلامة.